شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج ترخيص 856 تعلن عن فرصة عمل في الرياض. مطلوب شيف حلواني شرقي وغربي وخليجي. الشروط أن يكون لديه خبرة عالية بأنواع الحلويات الشرقية والغربية والخليجية، وأن يكون لديه خبرة بالمخبوزات والكرواسون بأنواعه. الرجاء إرسال السيرة الذاتية زائد صور لأعماله بملف PDF على الإيميل التالي، وللتواصل معنا على الأرقام التالية. شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج تتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.